أو سبق قلناها من هذا المنبر أن هذه البطولة عرفت مشاركة رياضيين أقوياء ما جاوش للنزهة إلى وهران. شفنا في الملاكمة اليوم أبطال في القمة، شفنا اليوم أيضا في الجمباز واحد المنافسة تحيي لك أنها أولمبياد وليست ألعاب بحر أبيض المتوسط. وقلناها هذه سابقة في تاريخ هذه البطولة بأكملها. حتى رئيس اللجنة الدولية أنا تحدثت معه الأخ دافيد تيزانو قال بلي أن الريتم طالع بزاف، صاعد طالع، وحققنا ايضا. شوف اخ حكيم، لازم نشوفوا بجانب اخر. نعم. الكاراتي مثلا هل سبقنا ان حققنا 6 ميداليات؟ صحيح، هو رقم قياسي، رقم قياسي. اذا نشوفوا من هذا الجانب، معليش الملاكمه كتفرحنا وفرحتنا في طيله البطولات السابقه. اليوم حتى اليوم انا اليوم اتحدث، يعني حتى لا يشوف المشاهد يقول لك انه نحن نتحدث عن اخفاق، لا، اللي معنا واحد متوج، يعني متوج هذا اصلا ايجابي وامر كان مفرح. كان في المنصه طلع سمعنا اسم الجزائر، صحيح طلع في المنصه. ما لازمش اليوم نقولوا ان الملاكمه ما كانش في الموعد، ولا ما كانش ربما في اطار طموحات، ولكن كان كتنافس، كان هناك تنافس، كانت ميداليه. وهذا الشيء جميل، ونحيوا للرياضيين.